مرحب فيكم وين ما كنتوا عم بتابعونا بحلقة جديدة من عهواكم. مرقت الأعياد ورجعت الحياة لإيقاعها الطبيعي. بالأعياد يمكن مننعجق بأشياء كثيرة ومننسى أشياء مهمة، أشياء هي أهم من الهدايا وأهم من الزينة، هي وجودنا حد بعضنا وحد الأشخاص يلي منحبهم. اسمحوا لي اليوم وبالحلقات الأولى من هالسنة وجه تحية لكل الأشخاص يلي تركونا، يمكن ما بقى رح نشوفهم بعيوننا بس رح بيضلوا بقلوبنا وبوجديننا قد ما طال الزمن وقد ما بعدت المسافات. نبتدي حلقتنا لليوم بأول فقرة بتنطروها وهي فقرة أخبار عهواكم. أعلن المغني ريكي مارتن عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي أنه ألبومه المقبل رح بيصير بشهر شباط 2015، وقال عبر تسجيل مصور نشره على فيسبوك تويتر وإنستغرام: حبيت بس خبركن عن الألبوم الجديد يلي هو بعنوان إلى من يريد أن يسمع. وقال مارتن أنه هالسنة رح تكون مهمة كتير وكل موسيقى واحتفالات ولحظات رومانسية. ومنذكر أنه ريكي مارتن يلي عمره اليوم 42 سنة ويلي بحب الأكل اللبناني كتير كان بلش مسيرته الفنية قبل 30 سنة وباع ملايين الألبومات. يبدو أنه في بعض الممثلين بيفوتوا بأدوارهم للآخر لدرجة أنه بيفقدوا السيطرة على حالهم. نشرت الممثلة الأردنية ميس حمدان على صفحتها الخاصة صورة بعد تصوير مشهد من مسلسل شطرنج مع الممثل المصري نضال الشافعي، والصورة هي لرقبة ميس ومبين عليها أثر الضرب. وعلقت وقالت: نضال الشافعي اندمج كتير وهو عم يضربني بمشهد وهيدي النتيجة. ألف سلامة يا ميس، وإن شاء الله تكون هالحادثة قصة اندماج بالدور ومش عنف حقيقي ضد المرأة يا نضال. حضرت النجمة نيكول كيدمان عرض فيلم بادينغتون بمركز لينكولن بنيويورك، بس الخبر ما بيوقف هون. فالخبر هو انه كيدمان يلي عمرها 47 سنة تألقت ببدلة باللون الأسود من تصميم المصمم اللبناني العالمي إلي صعب وسكربيني كعب عالي من إيف سان لوران، فمبروك لنيكول كيدمان لحسن اختيارها المصمم إلي صعب. كشف الثنائي الأكثر شهرة بهوليوود أنجلينا جولي وبراد بيت عن رغبتهم بتبني الطفل السابع بعائلتهم الكبيرة. وقالت جولي: نحن بنتمنى هلأ أنه نركز على كل طفل من أطفالنا الستة قبل ما نضيف قريبا فرد جديد للعائلة. تحية كتير كبيرة من القلب منوجهها لهالثنائي يلي بالرغم من شهرتهم الواسعة وانشغالاتهم الكبيرة ما نسيوا العمل الإنساني بحياتهم، فياريت منتعلم منهم. كشف الشاعر فارس اسكندر عن تحضيره لعمل جديد بيجمع فيه والده الفنان محمد اسكندر والفنان معين شريف، وقال: بعد تناغم بحفلات كتيرة صار في مطالبة من الناس ومن معين لجمع بديو، وهلأ بانتظار معين ليرجع من أمريكا لإنجاز الأغنية. وعن نوعية الأغنية قال إنه قريب من البيئة يلي بينتموا إلى اتنيناتهم، ولكن بأسلوب الخاص والواقعي من ناحية الموضوع ومع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية بي ومعين. فبالتوفيق وكلنا ناطرين هالعمل. من بعد ما كانت سفيرة لإحدى دار المجوهرات تم الانفصال بين هالدار وبين النجمة مايا دياب، فتمت محادثات مع الفنانة نوال الزغبي لتكون هي الوجه الرسمي لهالدار، ولكن يبدو أنه كمان وصلوا لطريق مسدود. إذن مين هي النجمة يلي رح بتكون هي السفيرة؟ الاسمين الأكثر شيء عم ينحكى فيهم هن الفنانة أمل بوشوشي والممثلة نادين نسيب نجيم. فمين يلي رح بتربح اللقب؟ ما إلا ننطر لنعرف. عبرت الممثلة السورية شكران مرتجى عن سعادتها بالمشاركة بفيلم فيتامين يلي عم نشوفه بالصالات السينمائية بلبنان، وقالت انه هو فيلم عربي قبل ما يكون فيلم لبناني وطلبت من الكل انه يحضروا. وكمان انتهت شكران من تصوير الجزء السابع من باب الحارة وقريبا رح تبتدي بتصوير مسلسل بانتظار الياسمين، بس نحن عنا ملاحظة على أفيش فيلم فيتامين ويلي هو الصورة كتير صغيرة للنجمة كوميديا عربية بحجم شكران مرتجى، بس نتمنى أكيد التوفيق للجميع.
أكدت الفنانة كارول سميحة أن ما بتحب التكرار بأعمالها، وقالت أنا بعد أغنياتي تماماً مثل الشخصيات يلي بمثل حول مشاريع تمثيلية، فقالت إنها هلأ مشغولة بحياتها العائلية وعم تتحضر لتأسيس عائلة حقيقية مؤلفة من زوج وأطفال، لهيك الأعمال التمثيلية مؤجلة حالياً. نفرجيكم كيف العزبة عايشة، يا محلى السجادة. تم إطلاق فيلم يلا عقبالكم في السينما سيتي بحضور نخبة من أبطال الفيلم وعدد من الفنانين ومشجعي السينما اللبنانية. أول شيء بدون هذا فيلم كتير مهضوم عم يزيد الوقت، في بطاقة ضحك بمحلات بغير محلات، واحد بيتأثر بتنزل منه دمعة. إذا بدي أقول عنه فيلم صادق، هيدا أهم ميزة بهالفيلم، لأنه بيحكي عن جد عن مشاكل بنات بهيدا البلد بطريقة صادقة وطريفة وعميقة. الفيلم أكيد حبيته ولا ما كنت اشتغلت فيه. يلا عبيتكم هو لايت كوميدي، بيحكي عن قصة أربع نسوان بلبنان، أربع بنات كل وحدة عندها مشكلة معينة لأن ما عم تقدر تلاقي شريك حياتها، بس بدك بعالج مشكلة العنوسة بس بطريقة مهضومة كتير. واحد مصري الحمد لله لعبت دور واحد مصري وبيحب واحدة لبنانية، وكالعادة يعني بيقعد قصة الحب انه لازم يجي يزور حبيبته كل ويكند، كنت عمال اجي ازورها. تكلفة السفر كانت غالية جدا بس هي كانت تستاهل. واللي بيحصل بقى نعرف بقى هو كإنسان بيعمل ايه بعد كده. دوري شوية ما بيشبهني الفيلم، كيف تركيبته، كيف الناس اللي فيه، الكاتب، المخرج، شو هو النص. كان الواحد بحس انه هذه شغلة مش لازم يفوتها لانه كتير حلوة لازم يشارك فيها. في هيدا فيلم عن جد تصور بروح حلوة، الممثلين فظيعين، القصة مهضومة، عم نحكي عن قصص حب بهيدا المجتمع هذه صعبة واحدة تكون عزبة فوق لما تقطع 30 سنة. فيلم لبناني لذيذ، دوري ياسمينة اللي هي بتكون البطولة ورفقاتها اللي بتاخدك على بيروت وبتفرجيك البنات اللي مش مجوزين كيف عايشين والضغط الاجتماعي اللي بتصير عليهم، المواقف الطريفة اللي بتصير بالعلاقات. كانت تجربة لذيذة، حبيت الناس، حبيت انه اختبر هذا الشيء اللي هو من واقع لبنان، وان شاء الله بتحبوا الفيلم. دوري ايطاليان، امرأة مستقلة ما بتأمن بالزواج، ما بتأمن بالحب، بس بتوصل لمرحلة يمكن يتغير هذا الشيء بحياتها. دوري رياليستيك بهيدا الموفي، أول مرة بمثل بهيدي الطريقة، لأنه إجمالاً أنا تمثيلي بيكون أوفر ولا كاريكاتير ولا ستاند أب كوميدي ولا مسرح، يعني دائماً بكون أوفر ذا توب. بهيدا الفيلم إتس مور ذا هيك ذا ريل ماريو إذا بدك، لأنه كاركتيري شوي أستاذ يوغا وأنا بعمل يوغا روا، إتس تاتشينج، فا إتس أ نيو ماريو موجود بهيدا الفيلم. شجع اكيد الفيلم اللبناني لانه عم بيصير فيه صناعه وان شاء الله تكتر، يعني تكتر ويصير مش بس مثلا كم فيلم بالسنه، يصيروا كميه افلام لحتى تصير صناعه فعليه. احلى شيء عندي يكون في لبناني انتاج ونص وممثلين بيقدروا يوصلوا للعالمية. نتمنى أن يكون في عدد كبير على طول لحتى الأفلام تغطي تكاليفها ليتشجعوا أصحابها يعملوا أفلام تانية. دور الأم اللي مصرة أنه بنتها تتجوز، هيدي أهم شيء. السعادة المطلقة هي بالزواج، فقط الزواج، بقى بتنقع راسها، بتهلكها لبنتها بس، وبتعمل لها حركات يعني مثل بمعنى أنه بتنقذها بترعبها بس تعطلها همها بس حتى تجوزها لبنتها يعني. هارم كيس المنفصلين. من فترة سمعنا خبر عن حذف انستغرام لكل الفيك اكاونت، والمفاجأة الكبيرة انه كثير من الفنانين هبطت اعداد معجبينهم بشكل ملفت، مما بيأكد خبر شراء المعجبين. فمع هيك قرار كل فنان صار معروف بحجمه الحقيقي. ما رح طول عليكم، خلينا سوا نتابع فقرة دوت كوم على هواكم. بفقرة دوت كوم على هواكم لهالاسبوع، ألين لحود بتعرض صورة ساخرة للوضع الأمني بلبنان.
ممثلة هند صبري تطلق حملة للحد من الجوع وكتبت بين كل 7 أشخاص بالعالم في واحد منهم بيشعر بالجوع. الوزير السابق زياد بارود وبسبب المشاكل الأمنية اللي حصلت الأسبوع الماضي بلبنان غرد على تويتر وانتقد النظام والعدل بلبنان. الإعلامي وليد فريجي شن حملة عبر تويتر على العرب المتضامنين مع صحيفة شارلي إبدو. الإعلامي نيشان ديرهاروتشونيان طمن على صفحته كل جمهور الوصوف على صحته ونفى كل الإشاعات. الفنانة أحلام عرضت صورة لإلها بلا ميك أب وكمان انتقدت الصحافي محمد الغيطي يلي انتقدها وقالت عنه إنه نكرة وعدد متابعينه ما بفوق عدد الخدم يلي ببيتها. وآخر خبر بي.com على هواكم، السوبر ستار رغب علامة سعيد جدا بالحفلة يلي رح بتصير بالأولمبيا بباريس، كما إنه هنأ وزير الداخلية على الإنجاز يلي حققه بسجن رومية بلبنان. هودي كانوا كل أخبار .com على هواكم، أسبوع الجاي أخبار جديدة. بحلقة راس السنة كان ضيفي خبير الماركة الشخصية والتفكير الإيجابي الإعلامي ميلاد حتشيتي وخبرنا عن ورشة عمل اسمها هابي نيو مي كان عم بيحضر لها فتحمسنا لنعرف أكثر عنها، فكاميرا برنامجنا عملت مشوار وزارت ميلاد ورجعت لنا بهالتقرير. بعد رأس السنة كلنا بيكون عنا نيو يير ريزوليوشنز، يعني كلنا بنحط أمنيات من أول 1 لـ10 الشهر بيكونوا خلصوا. عشان هيك قلنا بعشر الشهر لازم نلقط العالم، ما نخلي أمنياتهم تروح يعني بدون فايدة. اسمه الإيفنت هابي نيو مي، بدل ما نقول هابي نيو يير بنقول هابي نيو مي، يعني كيف فيني أعيش أنا هيدي السنة بسعادة، كيف فيني أحقق النجاح بحياتي، كيف فيني أبرم أفكاري من سلبية لإيجابية. وترافق هذا الإيفنت ما كمان مع توقيع كتابي اللي اسمه 365 for a positive life، كتاب في بقلبه توصيات اكزرسيسات يومية كيف ممكن نعيش الحياة بإيجابية. أنا كتير يعني بالفترة الأخيرة صار كل توجهاتي صوب الوركشوبس والتدريبات حتى ثرو الإعلام، يعني بقى عم حضر شيء هيك بيجمع بين التدريب وبين الإعلام وبين الكتابة، يعني صاروا هولي أكتر منحة عم بتوجه لقلو بالفترة الأخيرة. في يعني أكتر من 150 شخص اليوم موجودين بهذا الإيفنت، كتير ناس محمسة، كتير الناس نحن بطبعنا بنحب نفكر بإيجابية رغم أن الظروف حوالينا ممكن تكون سوداوية، بس بفتكر أكتر وقت نحن بحاجة نفكر بإيجابية وهيدا الوقت، كرمال هيك عم بتشوفي هالقد أعداد متواجدين بالوركشوب. مشكورين لكل الناس، يعني أنا هيدا شي بحملني مسؤولية وبنفس الوقت بيعطيني كمان أمل أنه شي اللي عم حاول أعمله عم يوصل بالطريقة الصحيحة. فقراتنا بعدهم مكملين، بس قبل منرتاح مع بريك قصير وبنرجع، خليكم معنا. الحلقتين السابقين كانوا حلقات خاصة بمناسبة الأعياد واستعملنا فقرة شوفي عهواكم لحتى نحكي عن إشياء خاصة بمواسم الأعياد، بس اليوم رجعنا فقرة شوفي عهواكم مثل ما هي لنكتشف سوا شو الأغنيات الجديدة اللي انضموا من جديد على شاشتنا. بفقرة شوفي عهواكم للأسبوع 3 أغاني دخلوا جديد. أول أغنية للنجمة الذهبية نوال الزغبي ولا بحبك، من كلمات هاني عبد الكريم، ألحان رامي صبري وإخراج جاد الهضبي. أنا ليه زاد اهتمامي ضعفت وجيت لك لي، مش كنت حلفت لازلك مهما حصل لك. الأغنية الثانية اللي عم تشوفوها على شاشتنا أغنية الفنان عاصل حلاني أجمل الأشياء، من كلمات سعد الحميد، ألحان طلال وإخراج سعيد المروق. بعدك لا 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 يا أجمل الأشياء إلا بعدك لا 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 لا. الأغنية الثالثة هي للفنان هاني العمري بعنوان مشتاق أضمك، من كلمة وألحان لبنان حمود وإخراج ناتاشا نوكرا. بعد الغياب
يا ما نفسي أقولك يا ما ما نفسي. سباق الأغاني أو توب 10 عهواكم هي من الفقرات اللي كتار منكم بينطروها من أسبوع لأسبوع ليشوفوا أي أغنية تقدمت وأي أغنية تأخرت، أي أغنية دخلت جديد وأي أغنية خرجت. اليوم رح منشوف أنا وياكم شو هني أفضل 10 أغاني لعام 2014 ودايما ضمن توب 10 عهواكم. شو كانوا أفضل 10 أغاني لسنة 2014؟ بالمرتبة العاشرة أغنية النجمة يارا يا عايش بعيوني. يا عايش بعيوني ويا أغلى من عيوني، نمشي دربك يا حبيبي لو كلن ردوني، من دونك ما في. أما المرتبة التاسعة فاحتل سوبر ستار رغب علامي بأغنيته أنا اسمي حبيبك. أنا اسمي حبيبك يلا مليون ده نصيبك يلا إذا أنا عمري ما سيبك لا لا ولا ثانية يلا يا حبيبي يا غالي يلا ما تريح بالي يلا بحبك قولها لي يلا نعيش الدنيا خليها على الله حبيبي ويلا ما تستناش الناس شايفين هنا حبنا. المرتبة الثامنة كانت من نصيب الفنانة ديانا حداد وأغنية لا فيستا. يا ذاك لغزال ما خليت ما يتقال زينك كهبال دانسي مين دانسي شمال، يا ذاك لغزال ما خليت ما يتقال زينك كهبال دانسي مين دانسي شمال. الفنان وفيق حبيب حبيت التوت تربعت على المرتبة السابعة بتوب 10 2014. مازال للفنانة سميرة سعيد احتلت المرتبة السادسة. المرتبة الخامسة فاحتلت أغنية أنس كريم الطلقة الروسية. الفنان جوزيف عطية وأغنية ويلك حجزوا لنفسه المرتبة الرابعة لسنة 2014. إذا غير عيوني حلمي راود ليلك وين
المرتبة الثالثة للفنانة شيرين وأغنية ومين اختار. ومين اختار يعيش حياته، مين اختار يحب مين، يومين وياك حبيبي فاتوا يومين حلوين حنينين. عجرم وأغنية ما تيجي هنا حجزوا لنفسهم المرتبة الثانية. ما تيجي هنا وأنا أحبك عشان أعيش على حسك، حبيبي ده أنت الدنيا وأنا موت لو غيري مسك. ما تيجي هنا خد فكرة، ده أنا بالنسبة لك بكرة أستاذة في الدنيا مذكرة، كمل روحك ده أنا نصك. ما تيجي هنا وأنا أحبك أنا عشان أعيش على حسك، حبيبي ده أنت الدنيا وأنا موت لو غيري مسك. ما تيجي هنا خد فكرة، ده أنا بالنسبة لك بكرة أستاذة في الدنيا مذاكرة، كمل روحك ده أنا نصك. ما تيجي هنا وأنا أحبك عشان أعيش على حسك، حبيبي ده أنت الدنيا وأنا موت لو غيري مسك. ما تيجي هنا خد فكرة، ده أنا بالنسبة لك بكرة أستاذة في الدنيا مذاكرة، كمل روحك ده أنا نصك. تربعت على عرش المرتبة الأولى لتوب 10 2014 فهي أغنية الفنان حسين الجسمي بشرة خير، فألف مبروك.
من الشاعرات القليل يلي قدروا يثبتوا حالهم على الساحة الأدبية والشعرية مش بس بلبنان حتى بالبلدين العربية. بلشت بالعمل الصحافي بعمر 19 سنة ولليوم اسمها بالإعلام والصحافي بينحسب له ألف حساب. إذا ما عرفتوا عن مين عم نحكي تابعوني بفقرة ستايل عهواكم. ديوان كتير حلو فيه من الشاعرية كتير ومن الحب كتير فجايين ندعمه. نالي من شوي وقف على جنب واتصفحوا شوي حسيت للحقيقة قطعة سكر بإيدي رح تدوب، حسيت إنه في فراشات رح تطير من قلبه. الله يوفقها وإن شاء الله دائما هيك عمالها إن كان بالشعر أو بالإعلام أو بالإطلالة التلفزيونية دائما هيك متألقة وناجحة. بحبها كتير لأنه مرة وقعت كتاب اسمه رائحة رجل كتير لفت لي نظري كتير قريته بعدني لهلأ بقرأ فيه وكل سنة بأجل كل مواعيدة تأجي على توقيع كتابها. أنا أولادي شاغل غنيتين مع نادين وشاغلين نحن مع الجديد الكريسماس وقتها هي كتبت الغنية عملناها كمان سوا يعطيها العافية إن شاء الله تضل تعطينا أغاني حلوة كمان. ابحث عن امرأة أخرى لم تركب يوما صهوة النسمات لم يقطر جيبها حبرا ومفردات لم تنبت الأزهار في حديقة شعرها ولم تستوطن الفراشات بين الخصلتين ابحث عن امرأة أخرى. نادين الأسعد اسم صار بغنى عن التعريف، هويته وبصمته موجودة من خلال الكتابات الشعرية والإعلام. اليوم هي ضيفتنا لحتى تخبرنا أكثر عن كتابها الأخير ظل القصيدة. أهلا وسهلا فيك نادين. أهلا فيك. أهلا وسهلا فيك رانيا. كيفك؟ الحمد لله. كيف أحوالك؟ الحمد لله. نادين، أول شيء بنحكي عن كتابك اللي هو بعنوان ظل القصيدة، خبرينا شوي عن هذا الكتاب. هذا الكتاب هذا هو مثل ما ملاحظة على الغلاف. هيدي انت؟ هيدي انا. هيدي انا وعفوقة مش مركبينهم، هيدي رحنا صورناهم هيك على البحر. اه حلو. ومن وراء الغلاف الخلفي في بتبين الصورة شوي. حلو. ليش ظل القصيدة؟ ظل القصيدة هو انا، يعني ظلال القصيدة هي انا وانا هو الظل للقصيدة، فكأنه واقفة على مراية وعم بتطلع بحالي فعم شوف ظلي وهي عم بتشوفني. يعني عم يحكي عنك الكتاب لأنه عادة الكتاب الشعراء بيكتبوا قصص صارت معهم إذا كانت حلوة أو بشعة بيعبروا فيها بكتبهم بأفلامهم يمكن وبتكون أكثر واقعية، هل هذا الشيء بيحكي عنك أنت؟ بتعرفي مثل ما قلت أنت بشكل عام خصوصي الشعر، الشعر بيعبر عن ذات الشخص عن إحساسه فكل شيء بتكتبيه بيكون نابع منك انت من احساسك، زعلانه فرحانه مبسوطه غضبانه خربانه الدنيا على راسك، الدنيا احلى شيء بالدنيا بتعبري فيه بألمك. بس الشعر اللي هي مكونات الشعر اللي هو الدهشه، اذا قدرتي تصنعي هالدهشه تكوني نجحتي. قد ايه اخذ معك وقت؟ والله بتعرفي كان صار لي 3 سنين مش عم بكتب ابدا. فجاه بشهر واحد كتبتي بشهر واحد كتبت ظل القصيدة. وقدي حاسة هيك مرتاحة مبسوطة من الإنجاز اللي عملتي من الكتاب؟ كتير مبسوطة كتير فرحانة، خصوصا أنه أنا يعني كناقدة بغض النظر أنه أنا كاتبة إذا بدي أقيم العمل يلي عملته هلأ بلاقي فيه كتير تطور كتير تحسن بين كتاب أول كتاب وخامس كتاب اللي هو ظل القصيدة، لغتي تطورت، أحساسي قدرت أعبر عنه أكثر، هيدا خامس كتاب. آه أوكي. فأحساسي قدرت أعبر عنه بطريقة مختلفة، صرت اللغة أكثر مطواعة بين إيدي، صرت أقدر أكتب القصيدة الكلاسيكية بسهولة مثل ما بكتب القصيدة النثرية الحرة. كان عندك توقيع كتاب بالشارقة قبل ما يكون بلبنان، نعم. أي كتاب هو كمان اللي ظل القصيدة. ليش نقيتي بالشارقة؟ بصير في معارض سنوية، معارض للكتاب بكل الدول العربية، وكان أول معرض هو بإمارة الشارقة وهو هيدا المعرض هو ثالث أهم معرض بالعالم للكتاب العربي. حلو. فكان لي الشرف أنه أنا شارك بتوقيع الكتاب هونيك لأنه الكتاب صادر عن دار مدارك اللي مشاركة بالمعرض هونيك. كنت كتير مبسوطة أنه الكتاب كان
بالفعل من يمكن اعلى المبيعات بين الكتب الموجوده. شو حلو. وما بخبرك يعني قد ايه كان في ضغط ناس وكيف في ناس موجوده على التوقيع، كان فرح كثير كبير لإلي. نادين، برايك انه القارئ العربي مشجع اكثر من القارئ اللبناني؟ ايه، لاحظت هيدا الشيء من خلال وجود الناس بالمعرض. بتحس رانيا كانه في تظاهره ثقافيه، كيف بنتظاهر نحن ننزل على الطريق، ما في مطرح تمشي بالمعرض بليفت اورنات ما بتصدق هيدا الشيء. نحن نصير ننبش هون مين بده يجي على المعارض. هلا السنه المعرض العربي ببيروت كان متحسن اكثر من السنين السابقه، بس كم من الناس يلي بتقرا ما بتتخيل انه حتى في هنود او فلبينيين اجوا اخذوا الكتاب ما بيعرفوا يقروه. شو حلو. انا ما كنت اعرف ليش، بس يعني تقلك قد ايه كان في ضغط من الناس من كل الامارات موجوده، حتى ممكن من كل العالم بيجوا على معرض. بدنا نوجه اكيد اهل الامارات تحيه لهم، وبدنا نشجع حتى القراء بلبنان انه يقروا، لانه القرايه كثير مفيده لكل الاعمار وبتزيد ثقافه العالم اكثر. طبعا اكثر من الانترنت. انت ومطرحك بتروحي على عوالم ثانيه، تفتحي نوافذ وشبابيك بتعيشي اكثر على القراءه. وشوفي قد ايه بتستفيدي انت كمذيعه بمقابله معينه، بتشوفي الجمله ما بتعرفي من لوعي طلعت وبتصير مطواعة بين إيديك بتستعمليها. أنا ككاتبة أي إنسان باللاوعي هاي الشنطة من عبيها أفكار ما بتعرفي أمتين بتخدمنا. مزبوط، نستفيد من المصطلحات الجديدة ونتعلمها وبتصير كل يوم نستعملها. بثلاث الشهر عم بتحضري كمان لشي بالشارقة، مزبوط؟ بشهر شباط 22 شباط. إن شاء الله حيكون في حدث كتير مهم وكتير حلو، كتير فخورة أنه أنا شارك فيه. هيدا الحدث منظمه مركز الشارقة الإعلامي بالمنتدى الدولي اللي بيصير كل سنة، وحيكون في أمسية شعرية على المسرح، قصايدة ظل القصيدة، ومجموعة كمان من القصايد بالعامية لحنها الملحن الكبير خالد الشيخ، بوجهه تحية كتير كبيرة. وحيكون في كمان مطربين معنا على المسرح رح يغنوا القصائد. يعني بوعد ناس انه حيكون عن جد عمل راقي جدا وله مستوى كثير مهم، وحيكون رقص وموسيقى وشي جدا كثير حلو. نادين، نحن بنعرف انه انت كمان بعضو لجنه بالشارقه. مزبوط، خبرينا شوي هيك تفاصيل اكثر. نعم. بسم الله عليك، يعني رفعتي لنا اسم بلدنا كمان بدوله الامارات. ميرسي رانيا. أنا كمان مزبوط عضو لجنة تحكيم بجائزة التواصل الحكومي بإمارة الشارقة. هيدي الجائزة هي جائزة سنوية بتقدموا كذا مؤسسة حكومية ببروجكت بيعملوهم، وفي فئات معينة ومحددة بيتم فيهم اختيار أهم بروجي أو أهم شخصية أو أهم عمل بيقوم فيه شخص بالإمارات. وعضو لجنة التحكيم هن موزعين من كذا بلد، ومن لبنان في ثلاث أشخاص، أنا وأستاذ راجح الخوري وأستاذ علي جابر. حلو. كمان فأنا كتير فخر لإلي كمان أنه أنا أكون مشاركة بهال. بالتوفيق. أعطوكي جنسية ولا بعد؟ ياريت. نادين، شاركتي كمان بتجربة غنائية وهو ديو مع رامي عياش وهيفا وهبي، عندك شي أعمال جديدة؟ هي ايه، مش بس تجربة واحدة، هي مجموعة تجارب. مزبوط، مجموعة تجارب كمان. في الله شو بحبك لمحمد مرسوم، في مايا نعمة، في أماني سويسي، في بافو وغيرهم. ايه، عم حضر هلا مجموعة من الأعمال كمان مع الملحن خالد الشيخ، كمان نطقن شوي أكثر اللبناني بالإمارات. كيف عم بتلحقي بين الشعر وبين السفر وبين جوزك؟ عم تطبخي لجوزك ولا ما عم تطبخي له؟ لا ما بحس. ولادك؟ شوفي انا من زمان وبالجاي بيعرفوا اللي بيتابعوني على التلفزيون انا ما بعرف اطبخ، فلا اهم شيء الاولاد. يعني ايه، لا عم بقدر لحق، لانه اغلبيه الوقت اللي انا قاعده فيه بلبنان هو اهتمامات هم الوحيد هن جوزي والاولاد. اكيد، وكل يوم عم بيكون في دليفري. اكيد. عامل كونترا معهم. نادين، خبرينا شوي اكثر عن اعمال جديده عم تحضري. سمعت بروجرام جديد، مزبوط؟ بدنا هيك سكوب، هيك شيء خبريه. ان شاء الله ما رح نحكي كثير عنه. ايه؟ بس ان شاء الله قريبا برجع بطلع هون بلبنان على الشاشه. وين؟ على الشاشه اللبنانيه بحبها كثير، وصار البيت الثاني اللي هي الجديد. اهلا وسهلا فيكي لكم مره جديده. نحن هلا غيرنا وحابين نسمع كم بيت قصيده من الكتاب. اوكي، رح اقرا قصيده غلام. اوكي. بقول فيها:
كل عمري الآن يزهو وعلى ثغر ابتسام. هات عينيك حبيبي ورموشا كالسهام. لغة العينين ذابت وعلى جفني تنام. كل حاء كل باء كلها رف حمام. عاش من ذاق الهوى إن بهجر أو وئام. قبلة من بعدها الآهات عشق وهيام. شدني دغدغ غرامي ليس في الحب حرام. مر عمري لحظات يوم أفلت الزمام. والثلاثون غدت بي عمر قلبي في الغرام. إنني أشقى ويبقى في الهوى قلبي غلام. الله حلو. شكرا لك رانيا. بس هيك جوزك يجي لعندك يقول لك قولي لي الشعر، بتقولي له خذ الكتاب وتفضل الكتاب ونقي القصيده اللي بدك اياها. بقول له ما بعرف، بقول له من ظل القصيده اقطف الكلمات واصادق جميع الفراشات وبقدمهم هيك، بحطهم على الطاوله ويطيروا بالبيت ويعم الفرح ويخلي لنا هالولاد الحلوين. الله يخلي لك اياهم ويخلي لك جوزك واولادك. نادين بدي اشكرك، انت شاعره واعلاميه مفتخر فيكي هون بلبنان، مفتخر فيكي كمان برا رفع اسم لبنان. بدي اشكرك واشكرك على الوقت الثمين اللي اعطيتينا اياه، وانا بدي اتمنى لك اكيد كل شكرا لك رانيا. بس بدي اختم بشغله صغيره، انه عندي توقيع كمان باستراليا بشهر 3 ب 14/3 بملبورن. كمان جود لك لك. ثانك يو نادين. بتمنى انه تكوني مثال للمراه يلي بتنفي المثل يلي بيقول كوني جميله واصمتي، لنقول لك كوني جميله وتكلمي. مشاهدينا بريك وبعده بنكمل حلقتنا. رجعنا لنكمل حلقتنا من بعد البريك. شو بدهم يقولوا الاشخاص يلي التقت فيهم الكاميرا برنامجنا هالاسبوع؟ عن اي موضوع بدهم يحكوا؟ وشو السؤال يلي رح بيجاوبوا عليه؟ منتابع سوا بفقره رايك عهوانا. ما بعرف انا ميا خليل فرح. ما بعطي رايي، لانه اذا هي حره مش لازم اعطي رايي، واذا مش حره ما رح اعملها دعايه. هي عملت خيار، هالخيار ماشي فيه، ما بحق لي دينا، بس انا ما بوافق عليك. حره بحياتها، فيها تعمل اللي بدها اياه. في عالم بفكروا انه نحن التراديشنز تبعنا ما لازم يكون فيهم هيك، في عالم بالغرب بفكروا انه لا، انه كمان شيء از رايت، فيها تعمل اللي بدها اياه، يمكن عانت بحياتها عم بترد شيء صاير معها. بس اكيد هي حره مثل اي حدا تاني، لانه في غيرها بيعمل هالشيء وما حدا له، يعني هي عايشه بمجتمع ما حدا له علي على حدا. بس النقطه انه ما فيك تقبل هيك شيء، ضروري تتباهى بالموضوع. فبالنهايه كل واحد عنده حريته الشخصيه، وهذا جسمها وهذا حياتها، وبفتكر ايه على الارجح بايد حريتها. انا ضده 100%. ليش لا، كل واحد حر مثل ما بده هو يبرز شخصيته بالمجتمع. هودي كانوا آراء هالأسبوع يلي سمعناهن من قبل الناس يلي عطيوا برنامجنا آراءهم بكل صراحة وحرية. بيبقى عنا آخر فقرة بحلقة اليوم ويلي كلكن بتنطروها بفقرة هوانا عهواكم. ضيفي لليوم ما كتير بحب الحكي، بفضل يقول يلي بده يقوله بالغناء. كتار شبهوا صوته بالفنان المعتزل فضل شاكر، هل هالأمر بيزعجه أو تأقلم معه؟ مواضيع تانية رح نحكيها مع ضيفنا الفنان جاد خليفة. أهلا وسهلا فيك جاد. هاي رانيا، كيفك؟ كيفك اليوم؟ الحمد لله ماشي. جاد، أول سؤال رح أسألك إياه هو بتعلق بصوتك، كتير بشبهوا صوتك بفضل شاكر، هل هالشي بيزعجك أو أنه ما عندك مشكلة؟ وهل أنت هيك بالفطرة صوتك شبيه لفضل شاكر أو أنت بتحاول كنت تقلد صوته؟ لا، هذا الشيء ما بيزعجني أكيد. فضل فنان كتير صوته حلو، وأكيد هيدا الشيء ما بيزعجني يعني. بس الخامات الإحساس قريبة لبعض ونتشابه بالصوت، بس هيدا الشيء أبدا يعني ما بيزعجني. ما بيزعجك هذا الشيء. طب خبرنا شوي عن أغنيتك الصمت بيحكي اللي هي بعنوان الصمت بيحكي. قلت إنه ما كتير نجحت يمكن لأنه توقيتك كان غلط، كان في حرب غزة. هلا هي كانت بالضبط بال2009 يعني من بداياتي. كون اول اغنيه عند كل فنان بتكون شوي الانطلاق لها صعبه. عملت صمتي بيحكي، صارت حرب غزه وهيك ما انتشرت،
مع انه صورتها من بعد عملت قولك غلط كمان حبيتها الناس وتعي حبيبي اللي عملت بيج هيت. يعني برايك الفنان اغنيته هي اللي بتفرض نفسها او التوقيت هو اللي بيأثر على نجاح الأغنية؟ يعني الأغنية بدها تكون كاملة من كلام ولحن وتوزيع وأداء حتى تحب العالم، والحمد لله يعني تعي حبيبي فرضت حالها على العالم وفات عقلوب الناس وسمع العالم العربي كله. يعني شو مشاريعك الجديدة؟ إن شاء الله عم حضر هلا الأغنية كتير حلوة بعنوان كيفك من كلمات وألحان ياسر جلال، وحتنزل بالقريب العاجل ورح تتصور ان شاء الله. مع اي شركة انتاج انت اليوم؟ مبدئيا انا لحالي، بس عم ينحكى في شركة حامضي معها، فضل مصاري عن اسمها بس حتى يمشي الديل. لا يمشي الديل. جود لك لإلك. جاد خليني انا وانت والمشاهدين نشوف هيدا الكليب لإلك ومنرجع. شو صار من بعد العمر يتغير احساسنا، تصير الدنيا تشد زعل يتغير كل شي براسنا. شو صار من بعد العمر يتغير احساسنا، تصير الدنيا تشد زعل يتغير كل شي براسنا. كل شي كان وهم وصدقته، احساسي ما بعمر فقدته. كل شي كان وهم وصدقته، حياتي كلها كذب كبير واللي راحوا ما بينردوا. مش سهل امشي وانسى كل شي، لحظات محبة وحنان ما في بكرة، فكر بفكرة اني وحدي وما في امان. جاد في أغنية لإلك بعنوان ما بصدق، هي من ألحان وكلمات مروان خوري يلي منوجه له أكيد تحية. كمان هالأغنية كانت كتير حلوة بس ما أخذت حقها، شو السبب؟ يعني أنا بحس كتير نوعية من الناس هلأ عم يلجأوا للون الشعبي أكتر من ستيل أنا بغنيه. يعني اللون الشعبي هو اللي عم يضرب أكتر الأغاني اللي أنا بغنيها، والفنانين اللي بيقدموا هيدا الستيل من الأغاني هي الرومانس والطرب الشعبي. ما بصدق ما اخذت حقها مع انه تصورت كليب واندعمت اذاعات، يعني يمكن الناس ما حبتها او حبتها ما بعرف زوا العالم، بس في كتار اشخاص بيسالوني عنها. يعني بس هلا برصيدك كم غنيه صار في؟ بحدود ال 15. 15 ومبسوط فيهم؟ ساتيسفايد ولا بعد؟ يعني شو عم بتفكر لقدام كيف لتقدم اكثر؟ الحمد لله، بس عم لك الفنان بيتكمل عنده هذا الشيء بس يصير عنده شركه انتاج لانه لحاله ما في كمل. يعني بده شركة. طب ليش من الاول ما كنت مع شركه انتاج؟ صراحه ما في شركه انتاج. يعني روتانا سكرت، بقي كم وحده يمكن ارابيكا او شيء. مين بيدعمك اليوم؟ انه انت بعدك شاب صغير ومسيرتك الفنيه بعدها. انا انت كل شيء انت. طيب انت مع دعم الاذاعات للاغاني او ضد الراديو؟ هلا ضد. عنا بلبنان انا ضدهم. ليه؟ اول شيء لانه عم يطلبوا مصاري كثير على الفاضي بكل العالم العربي. الاذاعات ببلاش، اذاعات الراديو ببلاش. انا بلبنان بتروح تحطي غنيه، قبل ما تقول له مرحبا بقول لك بدي 5000 دولار، بيخلص الشهر وبكبوها بالبيت. فانا بفضل هلا نحن بعصر السوشيال ميديا، يعني الانتشار الغنيه على الانترنت كفيسبوك وتويتر أرخص كلها أرخص وأهلا وأحلى للفنان. يعني. جاد في أغنية لجنريك مسلسل عشق النساء، قديش برأيك قدمت لك انتشار؟ الحمد لله أغنية عشق النساء عملت صدى كتير حلو، الناس حبتها والمسلسل كمان حلو، وبس يكون المسلسل حلو والغنية كامل يعني العالم بتشجع تحضره. الحمد لله عملت لي انتشار كتير حلو. تحضيراتك الجديدة؟ تحضيرات جديدة هي غنية بعنوان كيفك وغنية بعنوان بياع الورد، كلمات نزار فرانسيس وألحان رواد رعد وتوزيع ناصر الأصعب. في شيء لمسلسل كمان؟ لا ما بدي. يلا طب خلينا نسمع شيء هلا هيك من صوتك. شو عبالك نسمع؟ غنية عزوقك.
أو أغنية من ألبوم من الغنية الجديدة اللي بدك تنزلها هلا؟ يلا حسامك يا بتقول وينك صار لك مد غايب ما بتبعت سلام وشو اشتالك قلبي اللي دايب وحياتي الغرام كيفك بس ان شاء الله تكون منيح كيفك بس ان شاء الله تكون منيح رزق الله لمن كنا نزعل تيجي لعنا وتقلي نحنا حبايب هلأ ما بتسأل عني ولا حتى بتطمني وصار لك شي مدي غايب كيفك بس ان شاء الله تكون منيح بس صوتك عن جد شبيه للمعتزل فضل شاكر جد انت ما تخرجت من ولا برنامج جواد مضبوط صح برايك لو شاركت كنت وصلت للناس بطريقه اسرع هلا يمكن الفنان بده يشتغل على حاله حتى لو كان برنامج هوات يعني بعد البرنامج هوات شو بده يقدم يمكن اللي استفاد من هالتجربه هو شخص ملحم زين هالبرامج كلها فالفنان بده يستمر بهذا الشيء جاد رح اسالك ثلاث اسئله وبدك تجاوبني باول سؤال بيخطر ببالك وبدك تجاوبني بسرعه يعني لمزيد من الانتشار بينقصني شركه انتاج كاتم اسراري هو موبايلك موبايل فضايح شي بدي حققه بال 2015 ان شاء الله اغنيه توصل صداها للعالم العربي كله جاد بدي اشكرك واتمنى لك المزيد من النجاح والتالق ومسيرتك الفنيه بعدها قدامك طويله ان شاء الله بتحقق كل احلامك حبيبه قلبي ميرسي بدي اياك تطلع على الكاميرا وتختم على طريقتك بدي اشكركم وان شاء الله يكون هالبرنامج عم بيلاقي صدى وتنكو لكم للجديد ولهواكم وحنقول وعيوني ما بتعشق بجنون مش من حقها تكون عيون ما تتركني لحالي انا بهواك وبعدك ما بسمع ما بشوف ولا بقدر هجي لحروف يمكن بنسى حالي وما بنسى وتعي يا حبيبي خدني وروح قلبي من الهوى مجروح واللي فيني مكفيني شكرا مشاهدينا هيدي كانت حلقتنا لليوم وان شاء الله كانت حلقتنا عهواكم باي باي